أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن تصحيح النظر مع ضيفنا الدكتور هاني مسعود، استشاري أمراض العين والجراحة الشبكية بمستشفى القرهود الخاص بدبي. طرق التواصل على الهاتف 600-551-414، والرسائل النصية القصيرة على 4006، وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. دكتور هاني السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك دكتور بسام؟ يا مرحبا. تصحيح النظر، والسؤال يعني من هو المريض المناسب لإجراء عملية تصحيح النظر بغض النظر عن طريقة إجراء العملية؟ هلا تصحيح البصر هي موضوع خلينا نقول تجميلي بين قوسين، او موضوع انه انسان ما بتحمل يلبس النظارة الطبية او ما تسمح له ظروفه يلبس النظارة الطبية، ولا بيقدر يستخدم العدسات اللاصقة لسبب تحسس او الرمل او الغبرة، وتعرف انت مشاكل العدسات. هلا في بعض المهن مثل الطيران او مثل الشرطة والدفاع المدني وبعض المهن اللي ما بتسمح لعناصر يكونوا لابسين نظارات طبية، لازم يكونوا النظر عندهم 100% بدون استعمال أي نظارة طبية. فهي الأشخاص إن المجبرين تقريبا أن يساووا العملية. أما بشكل عام فهو موضوع اختياري شخصي لإجراء العملية للتخلص من النظارة الطبية. طبعا كل إنسان ما بيقدر يمارس حياته بشكل طبيعي بدون نظارة طبية ومو حابب يلبس نظارة، فهو ممكن يفكر بإجراء تصحيح البصر باختلاف الطريقة اللي بتناسب عينه. طبعا نعم، وطبعا هناك تقنيات مختلفة، تقنيات ليزر مختلفة دكتور هاني. نعم التقنية، لا بشكل عام الليزر المسلط على العين هو الليزر إكزايمر باختلاف الماركات واختلاف أنواع الأجهزة، ولكن هو الليزر إكزايمر دائما، ويعمل على تصحيح البصر سواء صار فينا نصحح النقص والمد والانحراف كمان أو الأستيغماتيزم يلي كان كتير بالماضي، ولأنه نعرف أنه الأستيغماتيزم ما بتصحح. لا، حاليا الأجهزة الحديثة بتصحح الأستيغماتيزم وبتصحح طول النظر وقصر النظر. طبعا الليزر الإكزايمر هو المستعمل، ويستعمل إما على الطبقة السطحية من القرنية، وهي العمليات نسميها الـ PRK أو الليزك السطحي، وممكن نستعمله على الطبقة العميقة من القرنية وهو اللي نسميه الـ Intraliesic أو الليزك أو مختلف التسميات، بشكل أنه بنوجه الأشعة على الطبقة العميقة من القرنية. في التقنيات اللي صار اسمها سمايل تكنولوجيا اللي هي بتقيم شريحة من طبقة القرنية. نعم رسالة. يعني هي أنواع بالخط العريض خلينا نقول لي أنواع عمليات تصحيح البصر. نعم، وطبعا هناك رسالة تقول هل ينصح بالبقاء على وضع قطرات، أو بمعنى استخدام قطرات لترطيب العين بعد العملية بسنوات؟ موضوع الجفاف أو موضوع قطرات ترطيب العين بعد العملية إجمالا أول عدة أشهر في جفاف إجباري، وبعدين ممكن يخف استخدام القطرات بالتدريج. هلأ العملية إجمالا بتسوي شوية جفاف، بس بعد فترة لا بترجع العين لإفرازاتها الطبيعية. تعرف موضوع الجفاف موضوع نسبي وعالي جدا في طقس البلاد المنطقة كلها، فعنا الستاتيستيك بتقولك انه نسبة الناس اللي بتستخدم قطرات مرطبة للعين اكثر من 75% من الناس بغض النظر عن عمليات تصحيح البصر او لا، بالاضافة انه لما بنسوي عملية تصحيح البصر فبيزيد نسبة الجفاف شوي. طبعا استعمال مكيف، الكمبيوتر، التليفون فترات طويلة، كله هذا بيساوي جفاف. عدسات اللاصقة ايضا، العدسات اللاصقة كمان كتير. فما بنقدر نقول استعمال القطرات المرطبة لسنوات بعد العملية بس بسبب العملية، هو بسبب فعليا ظروف المحيطة كاملة وظروف العمل يعني إجمالا. طيب نعرف طبعا يعني هناك فوائد أكيد لكل عمل جراحي، لكل تقنية، لكل دواء، لكل خطة علاجية، ولكن هناك أيضا مخاطر أو تأثيرات جانبية نقول قد تحدث وبنسب مختلفة. تماما. نعم أكيد. ما هي المخاطر؟ عمل جراحي بدون أي
مخاطر طبعا. هلأ مشان هيك الدراسة قبل العمل الجراحي هي مهمة جدا جدا، وهذه نقطة جدا مهمة، انه لازم الانسان يعرف انه كل عين بدها دراسة منفصلة، وهالدراسة هي بتتم لنعرف سمك القرنية، الكيرف تبع القرنية، التقبض تبع القرنية، الريزيستنت تبع القرنية، موضوع مهم جدا، دراسة كل طبقات القرنية، سماكتها وقديش متانتها وقوتها. فالدراسة بتعطينا فعليا نسبة الخطورة أو نسبة الاختلاطات اللي ممكن تحدث. فلما نشوف في نسب عالية إما من ما يساوي العملية نهائيا أو مرجح طرق السطحية عن الطرق العميقة. هلأ من المخاطر الرئيسية هي الشيء نسميه تلين ألياف القرنية أو الاكتيجيا بعد العملية، أو الارتخاء بألياف القرنية، وهذا عادة لما بتكون إما سطح القرنية غير منتظم قبل العملية ومع هيك بيتم إجراء العملية، أو بيكون في وراثة عائلية لمرض القرنية المخروطية الكيراتوكونوس اللي بنسمع فيه، يلي هو عبارة عن تلين بألياف القرنية، مطول القرنية ماسكة حالة بشكل كيرف أو بشكل قوسي تماما، فبصير في ارتخاء وبتتحول نحو قرنية مخروطية. بهالحالة لازم نتداخل مباشرة ونساوي شيء اسمه تثبيت لألياف القرنية أو كروس لينكينج. فهذا من المخاطر الكبيرة اللي في عائلات ما بيكون عارفين أنه في عندهم قرنية مخروطية وراثية وبيصير عندهم تحول نحو قرنية مخروطية. طبعا مثل ما ذكرنا صورة القرنية قبل العملية فيها بوادر أو بتأشر إذا في أي خطورة، وبالتالي نرفض نساوي العملية، وإذا ما في أي خطورة فنسبة حدوث القرنية المخروطية نادر جدا، أو الاكتيجيا أو تلين ألياف القرنية فهو نادر جدا جدا. بعد العملية أول فترة في عندنا شيء نسميه هالوز أو هالات، يعني الضوء بيكون لها خيالات خفيفة أو شادو خفيف، هذا بيروح بالتدريج خلال 6 إلى 8 أسابيع كحد أقصى إجمالا. طيب رسالة من المخاطر النادرة. نعم، ونتمنى دائما طبعا يعني من كل طبيب أن يشرح لي المريض هذه المخاطر المحتملة وكيفية أيضا التعامل معها في حال حدوثها لا سمح الله. لأخذ شيخة تسأل، نعم، هل يمكن تصحيح النظر بسبب كبر أو مع التقدم بالسن لما بعد 40 بهدف تأخير لبس أو ارتداء نظارة القراءة؟ اليوم صار في تقنيات مساعدة جدا بموضوع تصحيح البصر للقريب، خصوصا عند الناس اللي عندهم نظارة للبعيد وبالزمن نظارة ثانية للقريب، فهم بيكونوا مزعوجين أكثر لأنه صار عندهم نظارتين أو نظارة ملتي فوكال قريب وبعيد. فاليوم التقنيات الحديثة بتسمح انه نساوي عمليات البعيد والقريب طبعا بمختلف الطرق، ولكن وحسب الدرجات طبعا تعتمد على الدرجات كمان، ولكن صار في عدة طرق ممكن تساعد انه نصحح البصر للقريب والبعيد. طبعا مع احترام انه اجمالا العملية فوق سن 55 يعني 55-57 ما عادت مرغوبة كتير بخوفا من ظهور بعض الأمراض الشيخوخة هذه مثل المي بيضاء أو ما شابه. فنحن دائما لازم يكون فحص كامل للعين، نتأكد أن الشبكية سليمة ما فيها أي أضرار، ما فيها أي علامات مي بيضاء أو ضغط بالعين، وإذا كان كله طبيعي وكله سليم وبس موضوع النظارة سواء للبعيد أو للقريب أو قريب وبعيد سواء، فممكن يتساوى تصحيح يسمح أنه يحسن الموضوعين يعني تماما. طيب أيضا رسالة أخرى تقول، هل ممكن ذكر طريقة العلاج عند الإصابة بانتفاخ بجفن العين؟ هذا ما يمكن، هذا أصلا انتفاخ جفن العين اللي هي مسميها كاليجن أو بالعامية بيقولوا له ضبضوب أو جنجل. فهذا إجمالا علاج دوائي، وإذا ما راح بالعلاج الدوائي فبيحتاج لجراحة. نعم، وطبعا نعم موضوع لوحده يعني حسب الحاله. انتان عباره عن انتان في جفن العين، وطبعا كثير من وصي دائما بموضوع تنظيف اليدين وعدم فرك اليدين بفرك العين باليد مباشره طبعا حتى نقلل من الاصابه وانتقال العدوى ايضا الى الاشخاص الاخرين. فنتمنى دائما طبعا الانتباه الى مثل هذا الامر. هناك رساله ايضا اخرى تقول، ما الفرق ما بين الليزر والليزك؟ الليزر يلي هو
هلا الطريقتين، خليني بس لوضحها بشكل مبسط، الطريقتين بيعتمدوا على نفس جهاز تصحيح البصر اللي هو الليزر اكزيمر، ولكن المسميات العاميه نقول نحن بنسمي الليزر اللي هو البي ار كي اسمه العلمي، اللي هو منطبق هالأشعة الليزر على الطبقه السطحيه من القرنيه، فنحن ما بنقص بألياف القرنية نهائيا ولا بنفتح القرنية أو بنصل للطبقات العميقة من القرنية، بغض النظر عن طريقة فتح القرنية اللي هي سواء بالشفرة الجراحية أو بالأجهزة الحديثة اللي بنسميها الألترا ليزيك التسميات المتعارف عليها، واللي هي بالفيمتو سكند ليزر فعليا، يعني فتح القرنية بالليزر. الليزيك اللي هي متعارف عليها وهي الليزر العميق، نفس أشعة الليزر منطبقها بس على الطبقة العميقة من القرنية بعد ما نكون إما فتحنا القرنية عن طريق شفرة جراحية اللي هي نسميها الليزك، وهي الطريقة القديمة يلي نستعمل فيها شفرة جراحية فعليا كتير مراكز ما عاد استعملتها نهائي، أو باستعمال جهاز الفيمتو ليزر أو جهاز الليزر، وبتكون تماما هي فتح القرنية عن طريق ملايين الفقاعات الهوائية اللي بيطلق جهاز الفيمتو اللي بتفتح لنا القرنية لذا نطبق الليزر على الطبقة العميقة من القرنية، فهون بنسميها الألترا ليزك أو الليزر العميق خلينا نقول. الفرق بيناتهم هي تقنيا، الفرق بيناتهم عمليا انه سرعة الشفاء أسرع بكتير بطريقة الليزر العميق من الليزر السطحي من ناحية أولى، الراحة بعد العملية يعني الألم أخف كمان بالليزر العميق. طبعا لإجراء الليزر العميق أو الألترا ليزيك واللي بنسميها الألترا ليزيك لازم تكون سماكة القرنية بتسمح أنه نفتح الطبقة السطحية من القرنية لنطبق على الليزر العميق، متانة القرنية بتكون جيدة وسطح القرنية بيكون منتظم تماما. فمو أنه شطر المريض بده يقول أنا بدي ليزر عميق ما بدي ليزر سطحي ما بدي بي آر كي بدي ليزك، لا هو طبعا النسبة وتناسب بالنسبة لوضع عينه وشو بتسمح العين أفضل وأأمن إلها بإجراء هذه العملية. نعم هذا طبعا هذا الأمر يقرره يعني الطبيب نعم. وخبرة الطبيب والمركز هي ضرورية جدا بهالموضوع، لأنه لما منساوي ليزر العميق مشان سرعة الشفاء وبالتالي ممكن نعرض المريض لخطر، وخصوصا أنه مرضى الليزيك هنن أو مرضى تصحيح البصر هنن مرضى الشباب في العمر، عيونهم نظريا سليمة ما فيها أي شيء بس بيلبس نظارة أو عدسات، فنعرضه لأي مخاطر في العملية، هذا الشيء لا يغتفر. فلازم الإنسان الدراسة الجيدة هي اللي بتسمح لنا نقرر شو نوع العملية، مو بناء على رغبة المريض من نساوي العملية. طيب نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. وضيفنا الدكتور هاني مسعود استشاري أمراض العين وجراحة الشبكية بمستشفى القرهود الخاص بدبي، وموضوعنا عن تصحيح النظر. طيب ما هي الحالات التي لا يمكن معها إجراء تصحيح النظر، نقصد بإحدى تقنيات الليزر أو الليزك المختلفة دكتور، يعني ما هي مضادات الاستطباب؟ القرنية المخروطية طبعا. عدم انتظام سطح القرنية بغض النظر إذا في قرنية مخروطية أو لا، إذا كان القرنية فيها ندبات قديمة نتيجة رض أو نتيجة جراحات سابقة أو نتيجة التهابات عميقة في سطح القرنية، فأكيد ما منعرض المريض لعملية. طبعا مثل ما حكينا سابقا الفحص الكامل للعين، يعني نتأكد ما في مي بيضة ما في ضغط بالعين أو ما في أي مشاكل أخرى في شبكية العين مثل مثلا التهاب شبكية سباغي أو ما شابه. نعتبر العين سليمة بكل الطرق، طبعا سمك القرنية ضروري لدراسة العين لعدم إجراء العملية الجراحية إذا كان سماكة قليلة جدا. عندي بشكل عام مضادات الاستطباب. طيب عندي اتصال من الأخ أبو أحمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا فيك تفضل. بس دكتور في بالنسبة للعين احمرار العين، هل له تأثير له يعني له علاقة بالما يخص جهاز المناعة؟
هلا حسب، في احمرار العين هو موضوع واسع جدا، ولكن احمرار العين الطبيعي للانسان عنده طيب شو المشكله اللي عندك؟ نعم احمرار عين بالعينتين يعني بكل العينين ام بعين واحده؟ لا هلا امراض المناعه اخي الكريم كثير ايام بتساوي جفاف في الدمع، والجفاف في الدمع بيظهر احمرار في العينين. هي بشكل مبسط. امراض المناعه في ايام بتساوي التهابات في قزحيه العين، وبالتالي بيكون الاحمرار نتيجه التهابات ويرافقه الم، وهذا موضوع خطير جدا ولازم طبعا يتعالج. امراض المناعه في منها كمان بتاثر على العين بشكل عام وعلى تروية العين، فأكيد في أمراض مناعية أكيد جوابك ما بيكون عن طريق الرسالة والراديو، بيكون عن طريق فحص دقيق وعميق للعين. نعم لابد من تقييم أخي أبو أحمد، يعني زيارة طبيب أمراض العيون لإجراء تقييم ومعرفة السبب، وأيضا يعني إجراء استقصاءات مختلفة، مع أيضا اتصال من الأخ أحمد. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد، أخ أحمد، أهلا وسهلا بك يا مرحبا. أهلا وسهلا بك يا مرحبا. الله يرضى عليك. بعد إذن احترامي ليك يا دكتور. تفضل. أنت والأخ زميلك اللي معاك على أنا عندي مية في عيني في اليسار، باخد أدوية بتاعت القلب بتاعت السكر بتاعت الضغط بتاعت عضلة القلب. فجيت بشهر 5 اللي فات ده قالوا لي والله مش هنقدر نعمل لك العملية عشان المية اللي بعينك، لعندي انت بتاخد شيولة للدم. مية بيضة؟ مية بيضة. نعم. بتاخد برشام شيولة للدم اللي هو بيوصل الدم لفوق. لو عملنا لك بنج موضوعي يحصل لك نزيف في دماغك وتموت. واحنا مش عاوزين خاطر بهذا الشيء. احنا عاوزين من عند الله سبحانه وتعالى، اذا فكها من عندك فكها، ما فكها انت عندك عينك اليمين والحمد لله. اخي الكريم، مع عدم يعني مقاطعة عن وضعك، اولا سيولة الدم بتنحسب بمرحلة معينة، انه في طبيب اللي مسؤول عن سيولة الدم اللي هو طبيب القلب طبعا بيحدد قديش نسبة السيولة اللي عندك. ثانيا عادة بعد عمليات المي بيضة او اثناء عمليات المي بيضة، انا بحياتي ما بوقف ادوية سيولة الدم، لانه سيولة الدم ضرورية وما منوقفها، والعملية ما فيها اي نزف دموي، والعملية من زمان كنا نساويها عن طريق حقن ابرة حول العين للتخدير، حاليا ما بنستخدم الابر، بنستخدم فقط اطراف لتخدير العين. فاليوم بالطرق الحديثة ما في داعي لوقف أي شيء من سيولة الدم. طبعا بندرس السيولة ومنشوف. هلأ إذا عندك سيولة كتير أوفر، أكيد طبيب القلب ما بيرضاها، لأنه هي بتساوي لك نزوف وما شابه. فطبعا لما منقيم وضع السيولة عن طريق طبيبك تبع القلب، ويكون عندك ضمن الحدود الطبيعية نسبة النزف والتخثر بنسميها عندك، فبنساوي العملية بدون ما توقف الدواء نهائيا، بالطرق الحديثة بجهاز الفيكو، بدون ما بالقطرات، بتخدير بالقطرات، بدون أي إبر، بدون أي نزف، وما في أي خطر إن شاء الله. طيب أنا الدكتور بتاع القلب كشف عليا وشافني، قال لي يعني ما فيش خطورة، لكن الدكتورة بتاعت البنج رفضت، ولا لم أرز تخدير حولين العين ولا البنج اللي هو العادي. يعني نحن ما بنستعمل لا البنج حول العين ولا بنستعمل البنج العادي، نحن بنستعمل أطراف مخدرة فقط لا غير، لا من حول إبر ولا شيء. فهذا موضوع ممكن نتناقش فيه إمتى ما بتحب، بس أكيد اليوم ما بنترك إنسان يفقد نظره ولا بعين واحدة مشان موضوع الأطراف والأدوية المخسرة. اليوم عندك أكثر من 30-40% من الناس اللي فوق 60 سنة بتتناول أسبرين أو أدوية البلافكس أو الأدوية الأخرى عامل مميع للدم. طيب أخي أحمد، نعم أخي، طبعا الوقت راح ينتهي تقريبا، والأخ أحمد عندي أنا رقمك، أنا بتواصل معك أيضا بعد الساعة الثانية بعد انتهاء البرنامج، وأيضا بوصلك أيضا بالدكتور هاني إذا احتجت لي مزيد من المعلومات. بنتمنى لك الصحة والسلامة، وشكرا
شكرا لاتصالك وأعتذر من بقية المستمعين وأيضا من بقية الرسائل، لكن بعد انتهاء البرنامج سأتواصل مع كل من اتصل وترك طبعا رقم هاتفه عند الأخت ميرا. كل الشكر للدكتور هاني مسعود استشاري أمراض العين وجراحة الشبكية بمستشفى القرود الخاص بدبي. دكتور هاني شكرا جزيلا لهذه المعلومات. شكرا دكتور بسام.